في الساعات الأولى لانتهاء المهلة. مدفعية الجيش التركي تقصف عدة مواقع عسكرية لقوات الأسد في نبل والزهراء شمال حلب، تبعها تحليق للطائرات الحربية F-16 على الحدود السورية مع تركيا. الجيش الوطني يعزز من حضوره في مدينة إدلب وفي ريف حلب الغربي بانتظار إعلان ساعة الصفر. نحن اليوم جاهزين لأي عمل عسكري على قوات النظام، على المناطق اللي تقدم عليها النظام باتجاه إدلب وريف إدلب لنرجع أخوتنا المدنيين اللي مشردين في الخيام. سلسلة تطورات تمثلت بإرسال تركيا تعزيزات عسكرية إضافية إلى نقاط مراقبتها المنتشرة في أرياف إدلب استعدادا لحرب محتملة على مواقع نظام الأسد فيما لو فرضت المعركة علينا، يقول القادة الأتراك. وبالفعل كانت تطورات سير المعارك اليوم لافتة، إذ أعلنت القوات التركية عن إسقاط طائرتين حربيتين للنظام السوري يعكس جدية أنقرة في خيارها العسكري. لم يكن ذلك من السهل قبل اليوم، إذ كانت الطائرات على مدى سنوات تطير في سماء إدلب وتقصف وتدمر وتتسبب في النزوح ثم تعود في يوم آخر. تبدو رياح الحرب اليوم مختلفة، وبالرغم من سوريالية الحرب حين يكون طرفاها الأساسيان سوريين، لكن الثمن الأكثر قساوة عادة ما يدفعه المدنيون العزل، إذ أن قوافل النازحين تكاد لا تتوقف تمشي نحو المجهول وتتدفق صوب مناطق حدودية لا يهم مبدئيا سوى أن يكون المكان آمنا، أن يكون قصيا عن جحيم قصف الطيران الروسي وقصف قوات النظام. سيناريوهات الحرب ما زالت أكثر رواجا منذ مبادرات السلام، وصوت طبول المعارك يزداد حدة مع كل يوم يمضي، والثابت الوحيد هو مأساة الإنسان السوري وحدها لم تتغير منذ سنوات 9. قحطان مصطفى، العربي، شمال حلب. أكد وزير الدفاع التركي خلوس أكار أن العملية العسكرية الشمالية السورية مستمرة وأن هدفها يتمثل في وقف مجازر النظام السوري. عملية درع الربيع ضد قوات النظام السوري في محافظة إدلب بدأت عقب الاعتداء الغادر على القوات التركية في 27 من فبراير الماضي. ننتظر من روسيا استخدام نفوذها لوقف هجمات النظام وإجباره على الانسحاب إلى حدود اتفاقية سوتشي. حيدنا 2212 عنصرا تابعا للنظام السوري، ودمرنا طائرة مسيرة وثمانية مروحيات و103 دبابات و72 مدفعية وراجمة صواريخ وثلاثة أنظمة دفاع جوي لغاية اليوم. في سياق متصل، أعلنت فصائل المعارضة السورية أنها تمكنت من استعادة السيطرة على قرى قليدين والقاهرة والعنكاوي في منطقة سهل الغاب وجبل الزاوية. للحرب ميادينها المتعددة، ثمة من يمهد لسير خطة المعركة بناء على المعلومات. هذا فراس أبو عمر يعمل في مرصد محافظة إدلب، يحاول رصد تعليمات قوات النظام وأوامره عبر اختراق ترددات الاتصال الخاصة بهم. وبناء على جهده تم استهداف طائرات مسيرة لأحد أرتال النظام العسكرية، ما تسبب بحالة ذعر كبيرة لدى عناصر قوات النظام. وحسب التنصت على الترددات الجيش المجرم سمعنا حالة تخبط كبيرة في صفوف مرتزقة النظام وعصابات الأسد، ولله الحمد يعني كل ما عم يطلع رد الحمد لله رب العالمين. في بعض الطائرات الاستطلاع المزخرة عم تستهدف الأرتال التي قادمة من الجنوب باتجاه مدينة سراقب. تحليق مكثف لطائرات تركية بدون طيار في أجواء إدلب واستهداف عدة مواقع عسكرية للنظام تسببت بمقتل المئات من عناصر النظام وتدمير عشرات الآليات التابعة له بحسب مصادر في المعارضة. تقدم بري ملحوظ لقوات المعارضة إذ سيطرت على عدة قرى جنوب إدلب بالتزامن مع الضربات التركية خلال الساعات الأولى بعد انتهاء المهلة التركية للنظام الأسد للانسحاب إلى حدود اتفاق سوتشي. وبمساعدة أنقرة حصلت فصائل المعارضة السورية على عشرات الآليات المدرعة استخدمتها في استعادة عدة مواقع كانت قد خسرتها خلال الأسابيع الأخيرة كمدينة سراقب وبلدة النيرب والقرى المحيطة بهما،
وتقر فصائل المعارضة بأن حصولها على الأسلحة التركية الحديثة أسهم في قلب موازين المعارك لصالحها في إدلب خلال الأيام القليلة الماضية. تقدم لفصائل المعارضة واستعادة لبعض القرى التي خسرتها مؤخرا بعد التدخل التركي الذي قلب موازين القوى على الأرض، مما أجبر قوات النظام على الانسحاب تحت ضربات الطائرات المسيرة وراجمات الصواريخ. خالد الدلبي، العربي، ريف إدلب الشرقي. هذا ويعقد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اجتماعا طارئا الأسبوع المقبل لمناقشة تداعيات التطورات الأخيرة المرتبطة بإدلب، والتي دفعت آلاف اللاجئين للتوجه إلى الحدود بين تركيا واليونان. للوقوف على كل هذه التطورات الخاصة بالملف السوري ينضم إلينا من بروكسل الكاتب الصحفي حسين الوائلي. أهلا بك سيد الوائلي على شاشة العربي. بداية، ما موقف الاتحاد الأوروبي من عملية درع الربيع التركية في سوريا؟ يعني ما زال الموقف الأوروبي هو موقف مرتبك حقيقة، يعني من الصعب جدا الآن الجزم بينه الاتحاد الأوروبي مع أو ضد، لكنه هو يدين الهجمات التي تعرض لها الجيش التركي، وبالتالي هو يقف متضامن كعضو أيضا في حلف الناتو، بما أنه الاتحاد الأوروبي أغلب أعضائه ينضمون تحت راية حلف الناتو، فبالتالي يبدو لي بأن هناك تضامن، أيضا هناك خشية في نفس الوقت من أنه أن يكون هناك تدفق للمهاجرين واللاجئين الذين متواجدين على الأراضي التركية، فبالتالي هناك حالة من المزيج في المشاعر السياسية والدبلوماسية لدى الاتحاد الأوروبي، لكن مع ذلك هو دائما يقف مع الاتحاد الأوروبي من حيثية أنه هذا لا يؤثر على الأمن القومي الأوروبي. سيد حسين، قلت تضامن، هل من الممكن أن يتحول هذا التضامن للدول الأوروبية إلى دعم عسكري لتركيا على الأرض؟ يعني من الصعب جدا أنه الاتحاد الأوروبي ليس مؤسسة عسكرية أولا، لكن الاتحاد الأوروبي أغلب أعضائه هم أعضاء في حلف الناتو، وتركيا جزء لا يتجزأ، لكن هناك إشكالية قانونية تتعلق بالقانون الدولي بأنه الاعتداء الذي تعرض له الجيش التركي هو خارج الأراضي التركية، وندخل في ترجمات قانونية حقيقة. الاتحاد الأوروبي هو لا يريد أن يخوض في تفاصيلها، ولكن هناك دعم أيضا نستطيع أن نقول أن نسميه تحديدا دبلوماسي وكذلك عسكري، دبلوماسي وسياسي، لكن لا يقتصر هذا الدعم على العسكري، لأنه كل دولة لديها موقف من تركيا، ربما موقف متقارب وموقف متباعد، موقف متوتر أيضا في نفس الوقت، كما تعلمون بأنه اليونان إذا كان هناك تضامن أوروبيا فاليونان تضع الفيتو على هذا التضامن، لأنها هي تتعرض الآن إلى أكثر من موجة من مهاجرين ولاجئين قادمين من تركيا، فبالتالي يبدو لي بأنه الموقف ما بين الطرفين ما بين أنقرة وبروكسل في حيثياته وفي مضمونه هو متوتر على الرغم من الإدانة والتضامن. طيب سيد حسين، الدول الأوروبية على مستوى وزراء الخارجية من المرتقب أن تعقد اجتماعا طارئا، هل سبب عقد هذا الاجتماع هو مناقشة الأوضاع الميدانية على الأرض في إدلب، أم أنه خشية من موجة النزوح الجديدة؟ تعلمون بأنه الوضع في سوريا سواء في المنطقة بشكل عام، يعني حتى في أوكرانيا الأمن يتعلق الأمر في الأمن القومي الأوروبي، يعني أي حالة صراع هو ربما ينزلق العالم إلى صراع أكبر، وكما سماه هنا السيد خوسيب بوريل الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمن الأوروبي بأنه ربما ينزلق العالم إلى صراع دولي، هناك روسيا، هناك تركيا، هناك دول أخرى منخرطة بجماعات مسلحة في داخل التركي، فيبدو لي بأنه الأمر يتعدى مضمون المهاجرين واللاجئين، ويتعدى أيضا مضمون أنه إدلب كمنطقة، الآن منطقة إدلب هي منطقة صراع دولي، والخوف الخوف أنه أن يكون هناك انزلاق، أوروبا الآن مستعدة حقيقة حتى تنخرط بشكل مباشر إذا تعرضت الأمن القومي والأمن الأوروبي إلى ضرر، خصوصا هناك 76 ألف حاليا متواجدين على السواحل اليونانية بزوارقهم، الآن تخيل هناك أطفال في زوارق على الحدود اليونانية، وأنا أتحدث الآن
يعني هناك تقارير ترد الآن لبروكسل بأنه هناك زوارق فيها كثير من النساء والشيوخ والأطفال حقيقة في هذا البرد القارس البرد الأوروبي في عرض البحر الأبيض المتوسط، يبدو لي بأنه هناك إشكالية كبيرة للأوروبيين. فالاجتماع أعتقد يعني مركز بشكل كامل أولا للهجرة وكذلك لمناقشة الأمن القومي الأوروبي. أشكرك جزيل الشكر الكاتب الصحفي حسين الوائلي، كنت معنا من بروكسل. وكأن الشمال السوري دخل ساعات الحسم إما سلما أو حربا. انتهت المهلة الطويلة في ظن أنقرة التي منحت لقوات النظام السوري للعودة إلى حدود اتفاق سوتشي، لكنها لم تفعل بل أوغلت في دماء الجنود الأتراك. فامتلكت أنقرة حينها كل أسباب الرد الموجع. نصلب مجادله. أعلن وزير الدفاع التركي انطلاق عملية درع الربيع، الربيع الذي أراد السوريون أن يزهر في بلادهم قبل سنوات. وبدا أن أنقرة مندفعة في الأجواء أيضا. هوى الطائرتان حربيتان تابعتان للنظام في سماء إدلب. الأتراك جادون هذه المرة على ما يبدو. تقول أنقرة إنها راغبة في قتال خالص مع النظام السوري دون غيره، لكن الروس الذين دخلوا الأراضي السورية لأجل مصالح كثيرة وطئوها أيضا لأجل بقاء النظام ولحمايته. طلب الرئيس التركي من نظيره الروسي حين هاتفه قبل أيام أن يخلي بينهم وبين النظام، وقد تشي التطورات الأخيرة أن بوتين ربما قبل بذلك. في تقدير موسكو لأنقرة أن تدفع قوات النظام قليلا إلى الخلف، لها أن تنتقم لمقتل جنودها بما يشفي غليلها، لكن يصر الروس دون أن تنعطف وقائع الميدان إلى حيث لا نريد. لا يعرف إن كانت عملية درع الربيع ستمتد إلى ما بعد لقاء بوتين وأردوغان المرتقب في الخامس من الشهر الجاري، اللقاء الذي أجل وأخر وتضاربت مواعيده. يقول وزير الخارجية التركي عليه وحده يعلق أمل عقد اتفاق جديد. فرغم كل ما استجد، ما زال شركاء مساري أستانا وسوتشي بينهم خطوط اتصال لا تنقطع. الرئيس الإيراني هذه المرة يقترح ما يشبه الوساطة بين أنقرة والنظام. تتقدم قوات المعارضة في أرياف إدلب ويلتقط السوريون أنفاسهم ويأملون أن تنجز عملية درع الربيع ما منعوا عن تحقيقه لسنوات. لكن أنقرة حتى حين قايضت الدعم بورقة اللاجئين لم تحصل من الأوروبيين ولا حتى من واشنطن إلا على التضامن، لا الظهير الذي يسندها لخوض حرب قد تورثها أزمات لا تنتهي. في الشق الإنساني تتواصل محاولات بعض السوريين الفرار من ويلات الحرب في بلادهم وتوجهها عبر تركيا إلى أوروبا. الزميل أحمد غنام زار مدينة أدرنا وعاد لنا بالتقرير التالي. أسود هو دخان أوروبا في وجه المهاجرين على النقيض من أحلام اللاجئين. ورغم ضبابية الصورة حول إمكانية دخول اليونان، إلا أن حشودا كبيرة من المهاجرين تدفقت باتجاه الحدود. احتراق بلادهم في أتون الحرب أو انعدام فرص الحياة بكرامة إضافة إلى القهر والفقر، كلها عوامل تدفعهم إلى تجشم مخاطر السفر إلى أوروبا. لا يريدون أن يتجرع أطفالهم مرارة الحياة كما خبروها هم من قبلهم. حسن وعائلته غادروا حلب بعد سقوطها. الخدمات الصحية ومستقبل أطفالهم جل ما يريدونه من أوروبا. هكذا إذن السقوف العالية في مكان هي نفسها واطئة في أماكن أخرى. عمو جاب العالم اللي راح، أنا هلا عندي أختي هنيك صار لها 3-4 سنين رايحة منهم كمان كانت بتركيا. الوضع ممتاز، يعني الأولاد عم بروحوا على المدرسة، عم بيجوا من المدرسة، عم بدرسوا، عم بتثقفوا، عم بصيروا. رقية مثل أخيها حسن تشتكي من سوء الأوضاع وصعوبة العيش في تركيا، ولا خيار لها سوى القارة العجوز. وزوجي مشلول هناك بياخذ راتب تقاعدي، ما بيطلبوا منا انه نحن نطلع نشتغل، يعني لنقدم مثلا ندفع اجار بيت او فواتير كهرباء او مي او شيء. الاولاد بيطلعوا بدرسوا.
مواجهة بالقنابل الصوتية والمسيلة للدموع من قبل حرس الحدود اليوناني وعبور نهر لا يقل خطورة عن ذلك بانتظار المهاجرين، إضافة إلى ظروف إنسانية صعبة في محطة الانتظار هذه. كأن طبيعة الأرض وجغرافيا الحدود متفقة مع تعثرات الدبلوماسية ومناكفات الساسة، فخيارات هؤلاء المهاجرين محدودة في عبور النهر، مخاطر جمة تنتظرهم في الوصول إلى الحلم الأوروبي، ناهيك عن ظروف إقامتهم وسوء أوضاعهم في هذا العراء. أحمد غنام، العربي، من ضفة نهر ميرج على الحدود التركية اليونانية. ويتدفق اللاجئون الجدد إلى مخيم موريا في جزيرة لسبوس بعد أن نجحوا في العبور من تركيا إلى اليونان، حيث لا تتوفر أبسط مقومات العيش في مخيم يأوي آلاف الأشخاص تكدست بينهم أكوام القمامة. الزميل صابر أيوب متواجد في الجزيرة وقد رصد لنا حركة الهجرة وعاد لنا بالتقرير التالي. كيلومترات معدودة وانتهى بهم بحر إيجا إلى السواحل اليونانية، بحر هادئ حمل في الساعات القليلة الماضية عشرات القوارب من تركيا إلى داخل حدود التكتل الأوروبي. وجبة بسيطة تقدمها منظمات إغاثية وينقلون تحت حراسة الشرطة اليونانية إلى مخيم الغابات. زورق مطاطي، جلد منفوخ لا يتعدى سعره 2000 يورو، أوصل 80 من اللاجئين الأفغان بأطفالهم ونسائهم إلى بر الأمان. الشرطة اليونانية تحرسهم الآن في انتظار نقلهم إلى مخيم موريا، حيث الأوضاع الإنسانية هناك لا تطاق. تحت أشجار الزيتون لن تهدأ هواجسهم، ما زالوا مضطربين، فروا من الحرب والفقر والمآسي في بلدانهم ووقعوا في أسر مخيم عشوائي يكبر على تخوم ميتيليني أكبر مدن الجزيرة. فوات، لاجئ أفغاني يخشى أن يضيع حلمه تحت سقف خيمة. العالقون بين مساومات وحسابات دولية يتكدسون في مخيم لا ترفع عنه القمامة. اختلفت ألسنتهم بالعربي والفارسي والأردي والسواحلي وغيرها من اللغات، لكن التوصيف واحد: مخيم موريا هو الجحيم الذي يمنع عنهم جنة الغرب. ساجدة لجأة أفغانية تحاول تدفئة أطفالها وتطبخ لهم على نار حطبها من أغصان شجر الزيتون. هنا يجوع اللاجئون، يلسعهم البرد. هنا يدرك الأطفال أن الجغرافيا السياسية مثل الحرب، كلاهما مدمر لأحلام الصغار. إذا راح منها النظام هذا أرجع عليها. كوخ جديد على أطراف المخيم، قريبا ستبتلعه خيم وأكواخ الوافدين الجدد. من جزيرة لسبوس، صابر أيوب، العربي، اليوناني. التطورات والأزمة السورية كانت لها أصداء على مواقع التواصل الاجتماعي. الزميلة مها رزق رصدت لنا أبرزها. أهلا بك مها. شكرا سهام. مهلة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للنظام السوري للانسحاب من محيط نقاط المراقبة التركية في محافظة إدلب انتهت، فأطلقت أنقرة عملية درع الربيع العسكرية ضد النظام الذي تعرضت قوته لخسائر كبيرة آخرها إسقاط طائرتين حربيتين في إدلب، فيما أعلنت وسائل إعلام إيرانية مقتل أكثر من 20 مقاتلا، ونشرت صفحات موالية لحزب الله صورا لجنازات مقاتلين سقطوا في سوريا. تصعيد عسكري أشعل مواقع التواصل الاجتماعي. يقول محمد رفعت: لو أن جيشا عربيا دخل أراضي تركيا وسلح فصائل إرهابية، هل كان أي شخص تركي وخاصة إسلامي تركيا ليؤيدوا ذلك ويطبلون له كما يفعل بعض العرب؟ ولكن على الضفة المقابلة، قال الكاتب محي الدين اللاذقي: لأول مرة من 9 سنوات طائرة مقاتلة في سماء سوريا لا تقصف الأفران والمدارس والأطفال ولا المدنيين السوريين. وعن تنفيذ أردوغان لتهديداته، قال المحلل السياسي ياسر سعد الدين: هل عرفتم لماذا وكيف استطاع أردوغان أن يتحدى ويطالب بحقوق بلاده رغم الضغوطات والمكائد شرقا وغربا؟ البلد الذي يصنع سلاحه
يملك قراره. وانتقد الصحفي اللبناني علي الأمين تدخل حزب الله في معارك إدلب وقال من بلاء الفساد إلى بلاء الكورونا لم يكن ينقص لبنان إلا بلاء غرق حزب الله في دم إدلب وحول الشمال السوري ومآسيه. طريق القدس ليست في إدلب. الصمت الروسي أيضا أثار تكهنات كثيرة. يقول ناصر التميمي من الناحية الاستراتيجية تركيا أهم بالنسبة لروسيا، ومن الناحية العسكرية تركيا تستطيع طرد النظام من إدلب، لكن بالنسبة لبوتين فإن هيبة بلاده قد تتجاوز تلك الحسابات، بمحصلة إما أن ترسم موسكو خطا أحمر أو توقع صفقة جديدة مع أنقرة. أما بالنسبة للاجئين السوريين الذين قالت أنقرة إنها لن تمنعهم من الوصول إلى أوروبا، فقد رصد ناشطون أوضاعهم عبر صور وفيديوهات تتحدث عن ظروف مأساوية بالقرب من مدينة أدرنا على الحدود التركية اليونانية. الوضع كتير سيء، ما بنصح حدا يعني يطلع ويخاطر. نحن هلأ عم نشتغل على جيب الناس اللي علقت بالبراري بالطين، الدنيا مطر، لا حدا يجي. بتعرفوا اي حدا هلا عم يطلع قالوا لهم لا حدا يطلع، واللي بيجي عقدرنا اذا بينزلوه بشارع عام يضل بالشارع عام، لا ينزل، لو عطوه بلب، لو مشي، شو ما كان لا ينزل لا بنهر، لا يفوت ببراري، يوقفوا بنقطة اللي فيها تجمع الناس، لا حدا يرد على المهربين اللي موجودين هنيك. وعلق نايف على موجة النزوح وقال اللاجئون السوريون تقطعت بهم السبل على الحدود التركية اليونانية، أمل أن تتحرك جامعة الدول العربية بدولها وترسل لهم الطائرات لتحميلهم إلى الدول العربية، عددهم 200,000 فقط. هذه فقرتنا عن سوريا ولنا وقفة أخرى، عودة إليك سيهان. شكرا لك محمد.